بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الهاشمي الأمين الأهل والعزوة فرسان عرين الأسود عروس الشمال إربد ومحافظات الشمال جرش وعجلون والمفرق ولواء الرمث الحبيب. مساء الخير لكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع أسرتكم المتمثلة في كتلة الوفاء والتي تضم نخبة من إخوانكم الذين أخذوا على عاتقهم تمثيلكم في المرحلة المقبلة ليكونوا بإذن الله خير من يحمل همومكم وتطلعاتكم. أهلا ومرحبا بكم في عروس الشمال، والله إنهم اليوم يحملون أمانة عظيمة، ولكن جل الأمانة تؤخذ من همم الرجال. كما أنا فخور اليوم أن أكون بين أهلي وأنا الجرشي القادم إلى هذا الوسط، كما أنا فخور وأنا أشتم رائحة وصف التل في قاعة السفير اليوم. فاليوم لروح وصفي وشهداء محافظات الشمال والوطن، أتمنى عليكم جميعا الوقوف لقراءة الفاتحة حتى نبدأ بإذن الله. صدق الله العظيم ورحم الله وصفي ورفاق الكفاح ودروب النضال ممن لم يحيدوا عن درب الوطن يوما. حضور الكريم، كتلة الوفاء التي تقف اليوم أمامكم طالبة نيل ثقتكم، وهي اليوم الأجدر بحمل الأمانة، خاصة وهي تحوي اثنين من أبناء إجماع محافظات الشمال. فبابتداء رحبوا معي برئيس الكتلة المهندس أحمد اليعقوب المرشح لموقع النقيب، وأيضا باسمكم وأنتم الأهل والعزوة والعشيرة بدنا نرحب بابننا نائب النقيب المرشح فؤاد الدويري، وأيضا بدنا نرحب بالفارس القادم من الكرك وإجماع عشيرة الطراونة المهندس ياسين الطراونة، وأيضا باسمكم اسمحوا لي أن نرحب بشيخ الشباب زملائكم ممثلي فئات المياه والصرف الصحي محمود هرماس أبو زياد هرماس أبو طارق. وأيضا كما أحب أن أسميه فاكهة هذه الكتلة ودينامو النشاط سائد الشايب والشاب القادم من الوسط ومن مادبا تحديدا شوكة حمارني أبو غدير، وأيضا القادم إليكم من رحم المعاناة والحامل لهمومكم كما كان في المجلس السابق الزميل عبد الحكيم البستنجي، وختامها مسك. وقبل الختام أيضا أخونا الكبير المهندس ناصر أبو حليمة، وختامها مسك. فبدنا نحييه بزكفة كبيرة، هذا الصادق الشاب المفعم بالنشاط والحيوية ابنكم محمود الطيطي. الكلمة الآن لابنكم فؤاد الدويري يخاطبكم من القلب إلى القلب، فليتفضل. أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا وسهلا بكم أهلي وعزوتي. اللهم لك الحمد حمدا أنال به رضاك أؤدي بها شكرك وأستجو به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. الأهل والعزوة والعشيرة الواحدة في محافظات الشمال،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة مني كانت ترحيبية فيكم بعد الاتكال على الله. أنا أبدأ الآن في موضوع المهني، والترحيبات يعني سابقة كانت بيني وبينكم، وأنا أخوكم فؤاد محمود الدويري خدمتكم، وكل فخر أنني كنت ثقتكم في المرحلة القادمة ومثلتكم في المجلس السابق، وخدمت أنا وزملائي المحترمين في كتلة الوفاء واختاروني أمينا للسر، والحمد لله كنت على قدر المسؤولية بشهادة زملائي. أخي سعادة نقيب المقاولين الحالي والمرشح لمركز نقيب المقاولين، وهو بإذن الله بجهودكم ونفسكم هو نقيب المقاولين القادم المهندس أحمد يعقوب. أخواني تشرفت بالخدمة كمان مع أخي ياسين الطراونة، طبعاً إحنا يعني التسلسل المهني نحترمه احترام جداً، وزملائي كلهم أكبر منه عمراً وكلهم ثقة، ولكن بصفة نقيب المقاولين كنقيب وأخو ياسين الطراونة كأمين للصندوق، واختارونا زملائنا كمان وخدمت أيضاً معهم، وكل فخر أنني خدمت في المجلس السابق 23 والآن أترشح المجلس 24 بالتوافق والتناسق. وهذه نقطة مهمة أن يكون الآن أنا فؤاد الدويري والمهندس أحمد اليعقوب وأخونا ياسين الطراونة وزميلي العزيز سعد الشايب وأخوي عبد الحكيم البستنجي من المجلس القديم الذي تم التناسق والتوافق بيننا، وها نحن الآن نطرح أنفسنا أمامكم. وأهم شيء في الكتل يا أخوان طلع ليس الاختيار العشوائي، وإنما التناسق بينهم والثقة والوفاء بين الزملاء لاستكمال المسيرة التي بدأنا فيها وأنجزنا الحمد لله جزء منها، والآن إحنا إن شاء الله سنستمر ونستكمل برنامجنا بالرغم من الصعاب التي مر فيها مجلسنا نقابة المقاولين السابق. أهلا فيكم زملائي، يعني دائما المجالس تشكل دائما 6 في 4 5 في 5، دائما روح الشباب وروح العمل العام يحتاج إلى حيوية جديدة، فكان اختيارنا طبعا واختياركم واحترم اختياركم. أخونا محمود الطيطي من المرشحين الجدد للمجلس القادم، وأخونا المهندس ناصر وحليمة غني عن التعريف مقاول المقاولين القدامى، خدم القطاع وكان باللجان دائما، سيتم التعريف عنهم لاحقا. وأخونا أبو طارق طبعا شيخ المقاولين والمجالس، أكثر من خدمني في المجالس السابقة، وشوكة حمارنة الدائما حاضر والموجود في كل اللجان وفي خدمتكم. إخواني أنا بدي أخلي بس زملائي يقدموا أنفسهم ونستكمل إن شاء الله إحنا وياكم، فبدي أقدم في البداية راح أخر سعادة النقيب بعد إذنك لنهاية الجلسة، لأنه إحنا اليوم نسأل عن العمل القديم ونسأل عن برنامجنا المستقبل إن شاء الله. فإذا سمحت سعادة النقيب بدي أخرك وأخر أخونا ياسين الطراونة، لأنه إحنا اليوم نعتبر حالنا كمان هيئة عامة ليس فقط مرشحين، نجيب عن أسئلتكم باللي أنتم بتشوفوه. فبدي أقدم إخواني المرشحين الجدد، وأبدأ بدي أخوي أبو لو سمحت شوكة حمارنا أبو بديل، تفضل. إخواني السلام عليكم، أنا شوكة حمارني مقاول من 85 للآن، وطلبوا مني الشباب إنه أكتب كلمة، قلت لهم أكتب كلمة في معاناتنا. إيش معاناتنا؟ ما بدها كلمة، معاناتنا بنقدر نحكيها في كل المحافل. أولا أنا طلبوا مني أكتب عن استلام الموقع. استلام الموقع يا أخوان الأيام هاي صار يطلب منا إحنا مساح، وبيجي بسلمون الموقع وبيقولوا وقع. يا أخوان ما بصير أوقع إلا بعد ما يطلع المساح ويحدد مسار الطريق، لأنه مسار الطريق لما بتحدده غير عن ما بيسلمك إياه. إذا في عوائق ما بصير أنا أوقع على محضر الاستلام، معناته لما وقعت على محضر الاستلام أنا وافقت على هذا الموقع، لكن إذا في عوائق أتحفظ لحين طلوع المساح ويبين وين مسار الطريق. ثاني شغلة بالنسبة لتسليم استلام المشروع، استلام المشروع يا أخوان إحنا بنقدم كتاب باستلام المشروع، بقعدوا شهر مرات ما بطلعوا. أنا شو ذنبي تقعد شهر ما تطلع؟ بأي أساس؟ أنا المشروع في قانون مفروض بعد 28 يوم من هذا، إذا أنت ما استلمت موقعك يعتبر المشروع مسلم، لكن ما في حدا إلا إحنا بوقفتنا إحنا كلنا،
ومش أي واحد، يعني حتى الهيئة العامة مطلوب منها إنه توقف مع المجلس في حال صار أي خلاف في هذه النقطة. بالنسبة لصرف المستحقات، يا أخوان صرف المستحقات في الآن فواتير إلي فاتورة بالديوان إلها شهرين بعد ما وقعت من الرقابة والديوان وكل شيء جاهزة، راحت على الديوان الملكي. يعني أنا مقدمها إلي شهر في الوزارة وشهرين بالديوان، ثلاث شهور بيجي بقول لك ما طالب بفوائدك البنكية. طب أنا شو بدي؟ أنا بدي أخذ فوائد بنكية واللي بدي أسد الالتزامات اللي علي. أنا هذا اللي بيهمني إياه، وأنا بوعدكم مع أخواني أعضاء المجلس إذا كان هذا، إذا قدر لنا أنه وصلنا، وإن شاء الله بنصل بجهودكم، إذا وصلنا إلا يكون كل هذا يتغير. وشكرا لكم والله يعطيكم العافية. خليني أحكي يعني بين كل واحد من زملائنا مداخلة بسيطة بعد إذنكم، ويعني وصلت لمسامعنا بعض الاستفسارات، وأتمنى أنه يكون الأسئلة مباشرة يعني اليوم، لأن احنا نتحمل المسؤولية الكاملة. ففي بعض الأسئلة اللي وردتنا كتابة، وسوف نستمع منكم بعض الأسئلة، مذكرات نائب النقيب للمجلس الحالي نجلها ونحترمها. كل مذكرة قدمت لنا 56 مذكرة من سعادة نائب النقيب الحالي، ومع احترامنا لشخصه قلنا وزملاء اللي خدمنا معهم في المجلس القديم. أنا بدي أجاوبك اليوم كأمين سر، ترى مش كمرشح اليوم، كفؤاد دويري مرشح نائب النقيب، مجبر أني أنا أجاوب. 56 مذكرة في 56 رد أخوان عشان تكونوا بالصورة، وذلك كل كتابيا، كل في مذكرته وكتابته. وراح أعمل مداخل وأستكملها، بس بعد إذنكم بدي أقدم أخونا أبو طارق زياد هرماس، الذي دائما وجدناه حاضرا معنا في كل المحافل، وخاصة في هموم المياه والصرف الصحي، بالرغم أنه في المرحلة السابقة لم يكن معنا عضو مجلس. فرجع وقع خيار زملائنا في المياه والصرف الصحي على أخونا أبو طارق ورشحوه معنا، ولنا الشرف أن نخدم إحنا وياه في المرحلة القادمة. تفضل أبو طارق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي وإخواني مقاولي محافظة الشمال، الضيوف الكرام، تحية طيبة. وبعد، الزملاء الأعزاء، أتشرف بالوقوف أمامكم ليعرف على نفسي والكثير منكم أهل وإخوان وزملاء وأحبة. أنا زميلكم زياد هرماس، أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 30 عام، وأنا مرشح للدفاع عن فئة عزيزة على قلبي لارتباطي بها، وهي فئة الدرجة الرابعة والخامسة. وعندي ملف مهم جدا لزملائي العاملين في مجال المياه والصرف الصحي وازدواجية الكفالات وغيرها الكثير الكثير من الهموم والمشاكل، وسأعمل مع زملائي كتلة الوفاء على الملفات التي تخصكم، والتي أتشرف اليوم الانضمام إلى كافة أعضائها. الزملاء الأعزاء، هدمت 3 مجالس سابقة، وأنا أقف أمامكم اليوم طالبا الدعم والمؤازرة لي ولكتلتي كافة، والسلام عليكم ورحمة الله. في مهمك ملف كبير يعني بخوف مكافحة الفساد. مكافحة الفساد يا إخوان، أول مرة طلبت مكافحة الفساد قعدت 3 أيام وأنا أفكر وين بدي صفي. الله وكلكم ما زل عليكم، يوم أسأل محامي، يوم أستشير زملائي السابقين. الحمد لله أنا اليوم بداوم مكافحة الفساد يومين بالأسبوع، يومياً كأمين سر. ويزمينا محسن قدام. فقبل يومين نزل على الصحف الإلكترونية وعلى الجرائد ملف كثير كبير اسمه ملف إنجازات المجلس. تخيلوا أخوان بالله لو سمحتوا، هي العامة، ملف إنجازات المجلس يحول ملف فساد إلى مكافحة الفساد. شوف كيف اللي يعني، هل يعقل أن تجهض إنجازات مجلس خلال 4 سنوات ويشكك فيها
وترسل إلى مكافحة الفساد على أنها فساد لا يعقل. اللي صار شغلة انتخابات شغلة غريبة. بحكي معي عمر أخوي قبل يومين لما نزلت بالصحف بقول لي فؤاد إلك في هذا الفساد؟ قلت له إله كل اللي يعني فيه، أنا اللي فيه مش وعد غيري كأمين سر. إخوان يعني إذا بتسمحونا إحنا يعني صارنا 15 يوم أو 20 يوم فقط بنحمل براق ونصور براق، حملنا بكم ديانة قبل 3 أيام ودنا مكافحة الفساد. إنجازات مجلس 4 سنوات نطلب فيها الآن التحقيق. والحديث بقية في هذا الموضوع، بس بعد إذنكم أنا بدي أقدم زميلي وأخوي وصديقي العزيز سائد الشايب الذي تشرفت معه في الخدمة، وكان الحس الوطني لهذه المجلس الذي كان دائما شرس في الدفاع. يعني أنا واحد من حبس بيستحي يقول إنه مرة في واحد من زمان انحبس، أخونا سائد الشايب انحبس في أحد المواقف اللي دافع فيها عن قطاع المقاولات. تفضل ابو نعيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. توطي صوتي. الزملاء المقاولين الاعزاء، ليس من باب الفخر ولا من باب العزه، بدي اشرح اليوم مش عن الورق، بدي احكي من القلب للقلب لاخواني الزملاء. كنا حاضرين مجلس النقابي كامل، أقسم بالله في أي طلب. أنا شخصيا مقاول 4/5 ندون الزملاء عندما صار تعدي على ترفيع التصنيف. وأبو زياد خليك معي بالله. خليك معي أنا عشان أخوان الزملاء. أنا دائما بحد أخوي أبو نعيم لأنه دائما بجانب. الله يحييك. لما صار بدهم يعدلوا نظام التصنيف وزارة الأشغال العامة، بدي أحكي أسماء أنا ما بخاف غير من رب العالمين، من بعض زملاء لعبوا في وزارة الأشغال تعديل نظام التصنيف للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فوجئنا في نقابة إنه جاء علينا وقعوا. إيه شو نوقع؟ شو خل وقع؟ حكوا معي بعض الزملاء الرابعة والخامسة على باب الوزارة. أنا زلمي بجوز حرب شوية، أعلنت في يوم الأربعاء هاي الفيسبوك موجود صفحتي عن اعتصام باب وزارة الأشغال العامة. أعلنت من هان الاتصالات والضغط بلش من هان، امسح البوست تدعيش، وفوق 200 زميل فزعوا وقال يوم الأحد الاعتصام احنا جاهزين. يوم الجمعة بالليل تليفونات ضغط على زملائي لازم يجي يلغي البوست، سأل الشايب ما بدنا مشاكل بلاش النظارة، رفضت. هاي الزملاء إخواني لقوا عن حظهم. يوم السبت الساعة 10 الصبح وزير الأشغال السابق على الطاولة وقف التعديلات في التصنيف اللي هو رأس المال مدفوع، وقفوا. نتيجة هذه الفعلة لليوم إلي مشاريع ما تسلمتش، إلي مصاري تم حاسمها فوق 35,000، وأنا مقاول بلشت من الصفر يعني ما مرتش. هذا الإشي أنا حصدته نتيجة هذه الفعلة لأحد الخائنين في جائحة كورونا، ودى تسجيل صوتي لوزير الأشغال. إلي وأنا مطالب في التصريح لأخواننا، وأنا توقفت ليلة، عندكم علم؟ في البحث الجنائي في الجرائم الإلكترونية طلبوني، قال تيجي ولا نجي؟ قلت لهم أنا باجي. بنساش وقفة عبد الحكيم البستنجي الساعة 10 من 8 على 10 كان فازع أول واحد، نقيب المقاولين فؤاد الدويري، ياسين الطراوي من الكرك تحرك في رمضان، وبعض كثير من الزملاء تحركوا وتم تكفيل الساعة 1 صباحا. ولا ننساش البلدوزر الكبير هرم النقابة أحمد يوسف الطراوي عند المدعى العام، وقفته معاي تم تكفيلنا وانهاء الموضوع. اخوان اقسم بالله العظيم اشتغلنا بكل جد كل اخلاص، والله ما تفنينا، ودائما كنا معكم وبنظل معكم. اطلب الدعم الي ولزملائي في كتلة الوفاء، وشكرا لكم لحسن الاستماع. اعمال الصيانة والمشتريات لمبنى نقابة المقاولين والفروع، هل تعتقدوا إخواننا وزملائنا الهيئة العامة
أعمال الصيانة التي تمت في النقابة الرئيسية والتي صادقتم عليها في الهيئة العامة بعد الاستفسار عن المبالغ التي صرفت كاملة عليها وعلى الفروع، أن تعاد وتطلب وتطلق في مذكرة داخلية هي والمعرض الدولي الذي تم رقم 14 الذي أفتخر جدا وأعتبره إنجاز كبير جدا للمجلس 23 الذي كان همنا الرئيسي فيه تصدير قطاع المقاولات بالتشاركية مع اتحاد المقاولين العراقيين، وتم عقد اتفاقيات جدا كبيرة لشح العمل في البلد عندنا في الأردن، والحمد لله قدرنا نصدر، واليوم في من زملائنا الدرجات الأولى تحديدا لأنهم عندهم الإمكانية للتصدير، وحتى الرابعة والخامسة الآن يعملون في العراق. صحيح في بعض الظروف الصعبة ولكن حققنا منال كبير فيه. هل يعقل أن يكون هذا ملف في مكافحة الفساد لإنشاء معرض من أجل فتح فرص عمل لقطاع المقاولات؟ ليس. للحديث بقية، كمان بدنا نرجع نقول ما هو الخلل والضعف في هذا المجلس مكافحة الفساد. صار أي واحد من زملائي بده ينجز أو عنده ملف بده يشتغله أتعرض ثاني يوم ننطلب له مكافحة الفساد. صار اللي بده ينجز أو بده يشتغل أي مشروع بده يقدمه سواء ماليا أو إداريا ثاني يوم ننطلب له مكافحة الفساد. فمن هنا يأتي الضعف. ضعف لأنه إحنا مع احترامي لبعض الزملاء قصفنا أنفسنا في المجلس السابق، وعليكم بعض المسؤولية كهيئة عامة. بقول إن أنتم ما التفيتوا حول مجلسكم، كنا نستعين فيكم دائما في بعض الأحيان، نودي لكم رسائل إنه عنا في النقطة الفلانية أرجو الحضور، نطلب يجينا 10 من أصل 1500، يجينا 20 من أصل 1500 أشخاص، بعض الأشخاص المعنيين. بدي أقدم أخوي وصديقي ناصر أبو حليمة، مقاول من فئات الدرجة الأولى يعمل في جد واجتهاد، وهو مقاول حقيقي وهو مفعم بالعمل العام، يحكي عن نفسه شوي. تفضل. الإخوة الزملاء والأصدقاء الرائعين مقاولين شمال الأردن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بتحية الربيع وأذار وبرقش واشتفينا وجدارة والمفرق وجراسيا، ومن فوقها كلها العروس المتألقة دائما عربيلا التاريخ والحضارة. إخواني المكرمين، نحن جميعا كمقاولون بظروف استثنائية قاهرة سببتها جائحة كورونا والدائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد ووطننا الحبيب، فأصبحت المشاريع شحيحة والعطاءات أقل مما يسد احتياجاتنا البسيطة، مما يجعلنا نتطلع إلى جسم نقابي قادر على الوقوف مع أعضائه وهمومهم وما أكثرها. وقد صار لزاما علينا التفكير خارج الصندوق والطريقة التقليدية لفتح نوافذ جديدة لمقاولينا لكي يستطيعوا البقاء واقفين على أرجلهم المناكة. وقد يكون العمل على تصدير خبراتنا للجوار العربي هو الحلم الكبير الذي يروادنا في كتلة الوفاء. أيها الإخوة الأحبة، إن سوريا الحبيبة هي عمقنا الحيوي، وهي في طور إعادة الإعمار، ونحن الأقرب جغرافيا وعاطفيا إليها، وعلينا فتح قنوات اتصال مع قطاعات الإنشاءات هناك، ولكي نكون جزءا مهما في إعادة إعمار ما خلفته الحرب فيها. الإخوة الأجلاء، كثيرة هي هموم المقاولين والعوائق التي تعترض طريقهم، من تدني أسعار العطاءات جراء ندرتها الحثيثة وحجم التنافس عليها، إلى التأخير الممنهج في الدفعات المالية من قبل الوزارات المختلفة، وكلها توقع الضرر بالغا بنا وباستقرار حياتنا وأسرنا وآماننا. نحن معكم لأننا مع أنفسنا قلبا واحدا وطموحنا واحدا ووجعنا واحد، معاهدين الله وهذه الوجوه الطيبة والمستبشرة
بأن نكون سيفكم الساطع ولسانكم الدالع وصدركم الواسع للنهوض بقطاعنا والدفاع عن مكتسباتنا وحقوقه. والله ولي التوفيق. المادة الثامنة، وما أشملك يا أيها المادة الثامنة، وما أطول عمرك يا أيها المادة الثامنة. انبثق عنها في الفترة الأخيرة، والحمد لله قدرنا نعمل لجان، وكنا الآن فخر إحنا وبعض زملائي مشكورين، وبدأت هذه المبادرة، وكل الشكر لزملائي في محافظات الشمال من أجل تطبيقها على أكمل وأشمل وجه. الحمد لله من بعد ما قدرنا نطبقها في محافظات الشمال انتقلنا فيها إلى كافة المحافظات مع أخواننا في الكرك، واليوم تطبق في العاصمة عمان بعد أن شكلت اللجان في محافظات الشمال. ودائما أنا ومع احترامي لكل زملائي في الوسط والشمال والجنوب أفتخر أنه إحنا تطبيق المادة الثامنة أو أي برنامج نبدأ فيه من فرع الشمال، لأنه بالنهاية في ضبط وفي نظام موجود وبحبوا يعني التشاركية مع زملائهم والعمل على حسب النظام والقانون. طبعا هذا الحديث سوف يتحدث فيه سعادة النقيب لاحقا، بس أنا حطيتكم الصورة عنه، اللي هو موضوع تم إلغاء شهادة المطابقة من هذا الموضوع، يعني في ضغط كبير من بعض زملائنا لتحقيق مكتسب انتخابي، واحنا الحمد لله قدرنا نسيطر على الموضوع وإعادة وتثبيت شهادة المطابقة لهذا الموضوع. الآن بدي أقدم أخي وزميلي العزيز، أخي وابنكم ومرشح إجماعكم السيد محمود الطيطي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اسمحوا لي نيابة عن أهلي وعزوتي الهيئة العامة في محافظات الشمال وأنا لست بأفضلهم أن أرحب بإخوتي أعضاء كتلة الوفاء والتي أعتز وأفتخر بالانضمام إليها وعلى رأسها المهندس أحمد اليعقوب النقيب الحالي والنقيب المستقبلي والقادم بإذن الله وبهمتكم. إنه لشرف عظيم لي أن شرفتموني بأن أكون ممثلكم أنا وزميلي العزيز السيد فؤاد الدويري الذي سبقني إلى هذا الطريق في التفاني في خدمتكم، وإن ذلك رتب علي أمانة الإخلاص والوفاء لخدمتكم، وأن أكون قريبا منكم وأعي هموم ومشاكل القطاع كافة. بإذن الله سأعمل جاهدا بمشاركة زملائي في كتلة الوفاء للدفاع عن حقوقكم وطلباتكم وكل ما يضمن رفعة المقاول والارتقاء بمستوى يليق بنا كرجال أعمال وتحقيق الطموح المرجو لهذا القطاع بكل ما أوتيت من قوة وجرأة. إخوتي وزملائي، إن من أبرز النقاط الرئيسية التي نعانيها التأخر في الدفعات المالية. سأعمل على تحصيل مستحقات المقاولين من الوزارات والبلديات ما استطعت والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والمطالبة بالالتزام بالدفعات المالية في مواعيدها وعدم المماطلة بالدفعات أو التقسيط حتى لا يصل المقاول للتعثر، حيث أن السيولة المالية سبب في نجاح أي مشروع. بدي أعيد النقطة اللي حكاها أخوي صديقي زياد هرماس، ازدواجية الكفالات، نفس المعاناة اللي منعاني منها كلنا كمقاولين. مخاطبة البلديات ووزارة الأشغال لاعتماد كفالة حسن التنفيذ هي الكفالة الركيزة لضمان أعمال أي عطاء وتنفيذه على أكمل وجه، وعدم طلب كفالات
لكل بلدية أو مديرية على حدة، مما يؤثر على المقاول في الرهونات والدفع ودفع العمولات والطوابع، إضافة تكاليف إضافية على العطاءات. زملائي الأعزاء، إن من أبرز الإنجازات التي سوف أتابعها بإذن الله مع كتلة الوفاء بما يخص بالطاقة الشمسية، استطاع المجلس الحالي أن يعتمد المقاول المصنف فقط لتقديم المعاملات الطاقة الكهربائية، ولا يجوز بدون مقاول مصنف شبك الأنظمة الكهربائية على الشبكة العامة. وكوني أعمل في هذا المجال، مجال الكهرباء والبنية التحتية، سأتابع هذا الإنجاز المهم إلى أن ينر النور طريقه بإذن الله، وينعكس عليكم بمزيد من الاستثمارات والمشاريع. الأهل والعزوة، أعاهدكم عهد الرجال للرجال أن أكون أنا وزملائي في كتلة الوفاء، وأفتح ملفات تخص في مجال عملي وتخصصي بعد أن تمنحون الثقة إن شاء الله ونصل للمجلس. الأهل والعزوة، الزملاء الكرام، أنتم الفزعة وأنتم النخوة وأنتم أصحاب الوفاء لكتلة الوفاء، آملا منكم الدعم والمؤازرة لي ولجميع زملاء العهد والوفاء، حيث أنكم أثبتتم هذا الوفاء في الدورات السابقة. أخوكم ومحدثكم محمود الطيطي، والسلام عليكم. اللي طبعا النقاط اللي بطرحها هذول كلهم أسئلة واستفسارات بجاوب على بعضها. البوتاس العربي، الكتاب الذي بعث إلى البوتاس العربية، أنتم بالنهاية تداول اليوم أنه مين الشركات اللي بعثت وليش اختصتوها؟ أقسم بالله العظيم ثلاثة يا أخوان، إجانا كتاب من شركة البوتاس العربية، خاطبنا فيه، طلبوا منا مقاولي الستيل استراكشر بتذكر، قسما بالله العظيم بعثنا، قسما بالله ثلاث، بعثنا كشف مقاولي الستيل استراكشر كاملة عشان تكونوا بالصورة. اليوم يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأسماء من الكشف الذي بعث، بس هذا يعني عشان للتنويه، لأنه اليوم اللي قاعد بيجينا للتشكيك في المجلس، عشان يعني زرع عدم الثقة في زملائي وأنا كمنشر والنقيب ليش وقعته. قسما بالله العظيم أنا مسؤول أمام الله أنه انكتب الكتاب وانبعث فيه مقاولين لستيل استراكشر كاملة للتوضيح، وشكرا. أخي وزميلي وحبيبي وصديقي ياسين مدلل الطراوني، بالإجماع بالتوافق عن الكرك، خدمت في شهادتي في مجروحة، خدمت أنا وياه مع بعض، تواصل مع أبناء الشمال والمحافظات كأمين صندوق وكعضو مجلس، كما توصلت أنا مع جماعتي، إذا غبت كان حاضرا بصفته يعني ملتزم في مكتبي وفي دوامي، بالرغم من أن زملائي كلهم كانوا حاضرين يعني، وأبناء الشمال كلهم كانوا بالنسبة لكم الحمد لله الموجودين في عمان مع عزيز. بس ياسين أنا بخصه يعني كصديق شخصي كمان، توافقت أنا في المجلس المنصرم، إحنا على وشك الانتهاء بس بعدنا رأس عملنا، وتشرفت بالخدمة معك أمين صندوق، وكان فعلا أمينا للصندوق، وأنا أشهد الله على ذلك، كان مدافعا عن المال العام، أفنى الأربع سنوات مصلحة النقابة على مصلحته الشخصية. أخو ياسين تفضل كلمتك لأبناء الشمال، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى كافة الأنبياء والمرسلين، وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الزملاء المقاولين الكرام، أيها الحضور الكريم، كل باسمه ولقبي، أسعد الله مساءكم بكل الخير يا أهل الخير. إخواني مقاولي الشمال، حقيقة لما ابتدأت هذه الكتلة
وإن جاز لي تسميتها بعد اسمها الأصيل ألا وهو كتلة الوفاء لسميتها كتلة الشمال، لأنني وبعد أن شكلت هذه الكتلة من أخي وصديقي ورفيقي فؤاد الدويري وأخي القديم الجديد محمود الطيطي، كنت قد انضويت بعدهم مع أخونا الكبير المهندس أحمد اليعقوب. إذن هم العامل المستقل وأنا تبعتهم حباً في الشمال ووفاءً للشمال الذي أقدم له كل الاحترام والتقدير، إذ أنني انطلقت منذ البدايات من الشمال، وكان الشمال له الفضل الأكبر في أن أكون ضمن المجلس الحالي، فتحية إجلال وإكرام لكم يا أهل الشمال. أبتدئ بالاعتذار منكم جميعاً لأنني لم أتواصل، حقيقة لم أتواصل، ولكنكم تعلمون والكثير منكم يعلمني مثلما تفضل أخي فؤاد بأننا فتحنا أبواب المكاتب التي لكم ولكنكم أجلستمونا عليها خدمة لكم، فقد كان باب مكتب أمانة الصندوق الذي أمثله بابا مفتوحا لكل الأهل وخصوصا في الشمال إن غاب فؤاد. حقيقة أنا سعيد بالخدمة وبرفقة أخي فؤاد وأي من زملائي الكرام الذين تشرفت بمعرفتهم، وعلى رأسهم أخي وصديقي المهندس أحمد اليعقوب، أخي سائد الشايب، أخي عبد الحكيم المستنجي، هؤلاء زملائي في المجلس الحالي. إخواني الكرام، انشغالنا جاء من عدة أمور أبتدئ بها من حيث انتهى أخي فؤاد بموضوع الفساد، والذي سأترك الجزء الأكبر منه للمهندس أحمد اليعقوب، ولكني أستهجن وأستغرب كيف يقلب الإنجاز فسادا. أستغرب، إن كان الإنجاز فسادا فاسجدونا، إن كانت خدمة الفروع والمحافظات ودعمها وصيانة أبنيتها فسادا فاسجنونا، إن كانت صيادة المركز الرئيسي بعد أن كان خرابا فسادا فاسجنونا، إن كان معرض الإنشاءات الأردني الذي أقمناه على أعتاقنا وزيادة لخبراتنا بدل أن نحضر آخرين من خارج جسد النقابة فسادا فاسجنونا. غريب أمر الزملاء، من يطعن بزملائهم ويقلب الإنجاز فسادا، والباقي عندكم. إخواني، أتحدث الآن كأمين لصندوق النقابة وأبث لكم بشرا ولكنها مقتضبة بسيطة، لأننا سنقدمها أمام الهيئة العامة وعلى رؤوس الأشهاد. أولا، صندوق نقابة المقاولين عندما استلمناه كان يقارب 6.5 مليون، أبشركم بأنه الآن قد شارف على 10 مليون. ثانيا، جلدنا بالكثير منها أن هذا المجلس على رأي إخواننا ببعزك بتبرع، أقسم بالله العلي العظيم وهذا سيكون مثبتا بالورق، لا تصدقوا ياسين الطرعوني، أننا من أقل المجالس ضمن مفهوم التبرعات، أقل المجالس. نعم، تبرعنا ضمن المفهوم الإنساني، وقفنا وقفة بطولة أمام همة وطن ووقفنا معها، تبرعنا هنا وهناك، لكن ضمن النظام وضمن القانون وضمن الأطر التي سمح لنا بها، فهذا أيضا أعتبره مقارنة لا مفاضلة على زملائنا السابقين بأننا من أقل المجالس تبرعا ضمن المفهوم السلبي الذي يسوق عنه. إخواني الكريم، أنا دائما أطيل وأتغول على زملائي، لكن رسالتي الأخيرة ضمن 3 محاور وهي التعريف بالمحور الآخر وهو رسالتي للهيئة العامة، وأقول لها بأننا إخوة، المقاولون إخوة، كفى تنافسا بهذه الطريقة التي أودت بنا
يعني دعوني أقول إلى جهنم. التنافسية شديدة، نحن إخوة، لا يمكن أن يقوم أي شأن لأي مجلس كان إن لم تكن الهيئة العامة هي المساند وهي الداعم الرئيس لهذا المجلس. وأخيراً أوجه رسالتي لأي مجلس كان، يجب أن نكون متجانسين لا متصيدين. قراراتنا ضمن الأنظمة والقوانين، قراراتنا يجب أن تبنى ضمن مفاهيم الخدمة العامة وخدمة المقاول وخدمة كل من يستحق تلك الخدمة. وأخيراً وليس آخراً، قلتها مرة في هذا الموقع ممكن في صالة ثانية لكن أعيدها اليوم، انتخبونا من الألف إلى الياء، والألف المهندس أحمد اليعقوب، والياء أخوكم ومحدثكم ياسين مد الله الطراوي. أشكركم وأمسي عليكم. أعضاء المجلس السابقين، نبقى أخوة بالرغم من اختلافنا في الآراء، يعني اختلفنا، يعني بقول إحنا كان في ناس خوفها على المال العام وكان في ناس خوفها على النقابة بالمال العام. ترى يعني هنا أنا هنا هذا الشخص له يعني إما يصيب ويخطئ، وهنا إما يصيب ويخطئ، إما تصيب وتأخذ أجرين، وإما تصيب وتخطئ، وإما تجتهد وتخطئ فتأخذ أجر واحد. بحثنا طويلا عن مصلحة النقابة. بدي أحكي لكم عن موضوع مهم اللي هي التشاركية مع الديوان الملكي العامر ودعم زملائنا الذين تم تسميتهم من أجل لجنة التطوير والاقتصاد الوطني. أخوان عشان تكونوا بالصورة، إحنا والمجلس السابق وسعادة النقيب ما استحوذنا على كافة المشاركات في الدولة، كنا نعطي كل ضمن اختصاصه. بدينا زملائنا في الهيئة العامة اللي عنده شمولية في موضوع معين نسميه، وكان يأتي الكتاب باسم سعادة النقيب وينتدب عنه شخص آخر. تم تسمية من زملائنا من أجل موضوع التطوير والاقتصاد الوطني. التشاركية مع الحكومة الآن احنا الحمد لله في أجمل مراحلها، في أفضل مراحلها. تم يعني حل جزء كبير من الخلافات في الموضوع يعني في المرحلة السابقة، وكان كله لصالح المقاول الحمد لله والهيئة العامة. لم نتنازل احنا كقطاع اليوم كقطاع مقاولين عن اي شيء يفيد مصلحة المقاول. بدي اقدم لكم صديقي العزيز ومصدر الثقة دائما بالنسبة لي ومستشاري واخوي العزيز المهندس عبد الحكيم، وهو عبد الحليم المستنجي على الورق، الذي تابع في كل جهوده على المادة 175. عندما نحكي عن العلاقات الطيبة وعن مجلس النواب وجمعهم في نقابة المقاولين من أجل حشد، كان المهندس عبد الحكيم دائما حاضر. من أجل الثقة والمصداقية دائما أخوي عبد الحكيم حاضر، فأتشرفت بالخدمة معه. وأهلا وسهلا بك بين أخوانك في محافظات الشمال عبد الحكيم المستنجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أخواني الأعزاء، حقيقة أنا بدي أحكي بشقين، بس الأهم من هذا بتحملوني شوي لأنه أنا بحكولي في خطاباتي هجوم شوي. يعني اليوم في صلاة الجمعة الشيخ خرج عن النص وكان منفعل، وبالتالي كأنه بده ينزل علينا احنا المصلين، فأنتوا تحملوني قد أكون هجوم شوي لكن تحملوني، هذه طبيعة خطابي. أخواني الأعزاء، أنا لما تشرفت مع الشباب وبلشنا نجهز لهذه الكتلة، كتلة الوفاء، كان أهم بند وقلت لهم أنه احنا لازم نعمله البند الأول لبرنامج العمل رفع سوية المقاول. لمن أنا بدي أرفع سوية المقاول إنه المقاول مقاولنا محترم. لمن أنا بدي أروح أراجع أي دائرة من الدوائر يجب إنه المسؤول يؤدي التحية للمقاول. إحنا الآن في مرحلة انتخابات للأسف الشديد سيئة. أنت في بعض الأشخاص والأحباب والأخوان قاعد الآن مترشح وقاعد بتقول بدي أرجع هيبة النقابة. إذا كنت بدك ترشح هيبة النقابة
قاعد بتقول لي انت الانجازات اللي انت كنت موجود فيها قاعد بتقول لي هذا فساد. هنا المصيبه، كيف هذا فساد؟ وكيف بدك ترجع هيبه النقابه؟ وكيف بدك توصل للمسؤول انه هذا المقاول محترم؟ انت قاعد بتقول له المقاول غشاش، المقاول حرامي، المقاول فاسد. كيف بتركب هاي وبدك ترجع الان تركب مره اخرى على النقابه؟ هذا الحكي بعود إلكم، يا انتم بتقرروا وتروا مين الاصلح ومين اللي ممكن يقود النقابه لبر الامان، لانه ظروف صعبه والامور الان سواء من الناحيه الاقتصاديه ولا السياسيه كلها سيئه، بدها وقفه من الجميع. اما الان اسمحوا لي نتحدث في الشق النقابي اللي للاسف الشديد كلما جاءت امه لعنت ما قبلها. انا من المجلس القديم وافتخر، واحنا يعني اكاد اجزم بانه احنا من اكثر المجالس اللي اشتغلت. واذا سمحتوني بدي تحملوني بس خمس دقائق، بديش اخذ منكم اكثر. لما احنا اجينا الى المجلس كلنا طبعا جديدين على المجلس، يمكن كان اخونا احمد اليعقوب وكان ايمن الخضيري وابو سالم، هذول كانوا قديمين في المجالس، ولكن احنا كنا جداد وكنا يعني حابين نخدم، وهذه الخدمه العامه شرف. انت لما تخدم اخوتك المقاولين هذا شرف لك. بلشنا، واول ما بلشنا قمنا باعمال الصيانه. ليش؟ لانه انا بدي مقرات سواء في الوسط ولا في المحافظات، بدي انا مقر لكم اللي يشرفكم، بدون مؤاخذه تيجوا على نقابتكم تكون فعلا ممكن تعزم فيها اي شخص بدك اياه. حقيقه بدي اياها مفخره للجميع. وهذا من اللي نحسب علينا فساد، وهو انجاز. الشغل الثاني، بلشنا عملنا المعرض يا اخوان. كان في ناس ياخذ المعرض ويعطي للنقابه 20-30 ألف، قلنا لا، احنا مش جمعيه ربحيه، احنا جماعه بدنا نشتغل صح. المقاولات علاقات، جبنا الناس من سوريا وجبناهم من العراق، جبنا محافظ البصره، هذا لحاله محافظ البصره بيمتلك 5 مليار، وبالتعاون مع الاتحاد العربي ومع السنافي حاولنا نصدر المقاولات ونعمل إشي، لأنه إحنا عارفين الوضع اللي عندنا، عدد المقاولين والمشاريع اللي موجودة في البلد ما بتغطي. امبارح بتطلع الميزانية المشاريع الرأسمالية 70 مليون. طيب 70 مليون من ميدك تشغل؟ هذه عمارة في الجاردن 70 مليون، هذه رزقتكم. يا إما بتكونوا أنتم حريصين على الرزق، يا معناته مصيبة هذا الوضع. عملنا المعرض، ومع ذلك كانت حرب علينا ومذكرات. ولا انا بشتغل للنقابه، انا ما بشتغل لدار ابوي. الله وكيلكم دخلنا معنا شويه قروش الان مفلسين، انا على البلاك ليست الان. ما حطيناش شيء في جيبنا، اشتغلنا للنقابه، وهذا شرف، بالعكس احنا مبسوطين ان خدمنا هذا الوضع. بعدها يا اخوان اجت مرحله كورونا، وكانت المرحله الاصعب، مش بس على المقاولين، على الكل، كانت صعبه. وحاربنا، للعلم اللي بيقول لك المجلس لم يشتغل، حاربنا بوقت كورونا انه احنا يجب ان نكون من القطاعات المتضرره. ورحنا قابلنا وزير الاشغال وقلنا له احنا يجب انك تحط المقاول من القطاعات المتضرره. انا على المستوى الشخصي كان عندي 6 مشاريع، 3 اشهر استغليت قانون الدفاع ووقفتني على العمل، ودفعتني رواتب وممنوع اروح واحد، ودفعتني بنزين، ودفعتني ودفعتني ودفعتني، ودفعتني. والان انت بتقول لي انه انت مش من القطاعات المتضرره. راح رئيس وزير الاشغال له بيقول يا عمي انا مش من اللجنه الملكيه اللي كانت موجوده. مين اللي كان موجود؟ طبعا انا رحت باسم المجلس، يعني مش كعبد الحكيم، هذا من شغل اصحابي واحبابي، احنا في المجلس يعني رحنا. سحبت حالي ورحنا على الوزير، قال الوزير هذا المسؤول عنها وزير العمل، وكان القطامين في حينها، لانه اللي كانوا باللجنه القطامين وزير العمل وزير الصناعة والتجارة. سحبنا حالنا ورحنا على القطامين وقعدنا احنا وياه وقلنا له احنا مبسوطين انه انت يعني موجود في الوزارة، لانه بهمنا احنا الناس الشرفاء امثالك اللي بدون مؤاخذة يكونوا اصحاب قرار. انا بدي صاحب قرار، لانه للاسف الشديد الان صار الوزراء او المسؤول عبارة عن موظف بيروح بيداوم الساعة 8 وبروح، وهذه مصيبة بحد ذاتها. قلنا له يا اخي الكريم 3 اشهر استنفذنا احنا كمقاولين، وانت في المقابل اللي عنده دكانه سكرها اعتبرته متضرر، واحنا ما اعتبرناش متضرر. وين رايحين في البلد انتم؟ ومشاريع ما بتنزلوا،
وفي ظل الوضع الاقتصادي السيء المفروض انك تنزل مشاريع. بقت امريكا في وقت الركود عندها تنزل مشاريع بالكذب، ناس يحفر وناس يجي وراهم يطم، يعطوا هذول ويعطوا هذول عشان تحرك الفلوس وتحرك اقتصاد البلد. والان بيطلعوا بقول لك مشاريعنا الراس ماليه 70 مليون. قعدنا معاه وخاطبناه وحكينا له، ولكن لا حياه لمن تنادي. ثاني يوم بجريده الراي وزاره العمل تدرس، وزارة العمل تدرس بإدراج قطاع المقاولات من ضمن القطاعات اللي تضررت. معلش تحملوني لأنه قضايا كثيرة واشتغلنا عليها، بس عشان أوريكم شو اشتغلنا بدي أنط. طبعا في قضايا كثيرة عشان والله ما بدي أخذ وقتكم وعشان ما تملوا، بدي أحكي على المادة 175. المادة 175 لما صدرت اجتمعنا في النقابة كمجلس نقابة وأجوا المقاولين وقررنا ان نشكل لجنه ونطلع على ديوان التشريع. سحبنا حالنا ورحنا على ديوان التشريع، قلنا لهم طبعا قانون 175 يا اخوان هو اصلا موجود، هو بخصوص الجرائم الاقتصاديه. اللي صار انهم زجوا عقدنا الفيديك بالجرائم الاقتصاديه، لانه المفروض عقدنا الفيديك عقد خاص، عقد خاص بيغطي كل الامور اللي بسموها غش او شو ما بسموها. احنا عندنا كفالات، عندنا اصلاح عيوب، عندنا كفاله عشريه لعشر سنوات، موجوده هذه الكفالات، موجوده وموجود كل شيء بيغطي هذا الكلام. فطبعا رحنا ناقشناهم وقلنا لهم، حتى ورينا لديوان التشريع، جلسنا مع المديره وكان الدكتور عبد الرحمن الذبات. جلسنا معهم وبينا لهم الوضع الاقتصادي، انه هذا في النهايه البنوك حتوقف عن المقاولين. المستثمر الاجنبي لما بده يجي ويستثمر عندك ما حيشتغل في ايده، حيشتغل مع سب كونتراكت. السب كونتراكت قاعد بيشتغل مع 160 مهنه، يعني بكره تاع الالمنيوم اذا عنده خلل معناته في سجن. انا كمستثمر شو بده يجيبني على هذا الوضع؟ حتى انا كمقاول، هذا مش بس انه موضوع غش او لا غش، هذا بده يمنعك حتى من الاوامر التغييريه والكليمات، هذا خطوره الموضوع. قلنا لهم حطوا كل هذا على جهه، ما عندنا مشكله، واحنا ضد الغش وضد الغشاشين، لكن بدنا الانسان اللي حط هذا القانون. اكيد في مسببات، اي قانون بيطلع في له مسببات. اذا سمحتوا بدنا تعطونا شو المسببات اللي انتم حطيتوا هذا القانون. وعدني ووعدتني مديرة الديوان والتشريع، وطبعا أنا كنت مندوب عن إخوتي وأصحابي، وعدونا أنه قعدونا مع الناس اللي هم حطوا وقدموا لهذا القرار. نتفاجأ قبل يمكن أسبوعين ثلاث، الأيام تجري بسرعة، نتفاجأ أنه محولينه موقع مصادق عليه رئيس الوزراء ومحوله للنواب. رجعت حكيت مع عبد الرحمن النبات، قلت له يا دكتور عطوفتك هذا ما اتفقنا عليه، اتفقنا انه انت تقعدني مع الناس اللي بدهم يحطوا القرار. قال لي يا عبد الحكيم هذول وزراء ما ردوا علينا وحولوا القرار. ومع ذلك رحنا جمعنا 13 نائب في النقابه، 10 منهم نواب مقاولين وثلاثه من الاصحاب والاصدقاء، وعملنا مؤتمر وحملنا لهم الملف، ووعدونا كمان انه نروح على اللجنه القانونيه. ما سكتنا ولا قعدنا ولا احنا قاعدين، كنا نشتغل. الاخوه الاعزاء حقيقه اللي بيشتغل وبشوف الوضع يعني بتفاجئ، يعني بدك انت تنزل الانتخابات انزل، لكن لا تسيء للاخرين، وسامحوني اذا اطلت وشكرا لكم. يا ريت يا ريت هذا التجمع نشوفه لما يكون عندنا قصة في النقابة، ونودي يا أخوان الحقونا بدنا الدعم، لأنه نفس رجال بحي رجال، وإذا ما كنتوا واقفين ما نزل. شكرا شكرا. ألف شكر أبو محمد، الله يعطيك العافية. أخواني أنا بعتذر أطلنا عليكم، والله أخوي عبد الحكيم بيني وبينكم يزم، والله كل واحد من زملائنا نقيب بحكي كلام نقيب، كل واحد ملف ملف نقيب عشان تكونوا بالصورة. طيب هلا انا بدي بس استعرض ثلاث اربع نقاط، ولكن الحديث بقيه في محافلنا واجتماعاتنا القادمه. هسه احنا في اجتماع اخر ان شاء الله في محافظه الشمال، عندنا اجتماع هيئه، يعني اجتماع للهيئه العامه دعوه للافتتاح المقر والاختتام، وكله راح يكون في تدريج ان شاء الله. هلا راح نعدكم بشغله، احنا في عندنا موقع لنقابه المقاولين، اي سؤال من الاسئله التي تداول
عشان تبرؤونا احنا. ترى اليوم احنا الناس حاربتنا عشان تكونوا بالصوره، بضل ادخل مواضيع قد ما عندي مواضيع بدخل من واحد على واحد. احنا اليوم محاربين بطلنا نقدر نقدم رساله للمرحله القادمه، صرنا ندافع عن المرحله السابقه. البرنامج اللي عندنا اليوم مش قادرين نوضح لكم اياه، نقول هاي برنامجنا، هذا كلياته مدروس. بدو تعذرونا بشغله واحده، والثلاث رئيسيين مع احترام لباقي الزملاء، نقيب المقاولين وفؤاد الدويري امين السر وياسين الطراوني امين الصندوق، احنا عندنا اجتماع هيئه عامه يا اخوان بعد اسبوعين عشان تكون اجتماع الهيئه العامه ثلاث تقارير سنويه. احنا اليوم نحن عارفين نلحق نجمع ردود على الاستفسارات اللي من الهيئه العامه اللي كتب السنويه لثلاث سنوات سابقه. نحن قادرين نخلص سنه ماليه، نحن قادرين نخلص سنه اداريه، ومرشحين رغم ذلك نعمل على الكتله. اول شيء مني انا كفؤاد هاي الجلسه بعديها ما بدي واحد من اخواني من زمالي ارجوك يعتب علي ليش يا فؤاد ما رنيت او اتوصلت. والله العظيم عندي شغل وهموم للنقابه الله يسلمك ما بيعلم فيها غير رب العالمين، وارجو دعمك الي ولكتلتي اخواني في كتله الوفاء قاطبه. واذا اي واحد من زملائي زعلان من اي واحد من اعضاء الكتله انا سداد عنه اللي بدك اياه. اذا في واحد كنا نقول سابقا اذا بدك تقيم واحد ولك علاقه كنت من نازل على الفئات الرابعه العليا، اليوم اني نازل نائب نقيب، ولو بقول لك قيم اسمي وحط اسم اللي انت بدك اياه محلي. انا اجوه عليك والله، اجوه عليك والله، اجوه عليك والله تدعم كتله الوفاء من الالف الى الياء. نجاح كتله الوفاء هو نجاحي، اذا نجحت كتله الوفاء انا نجحت. قدمت لكم خدمه في الفتره السابقه، اتمنى ان تدعموني انا وزملائي عشان استمر. اذا ما معي مجلس اقدر اقدم خدمه لكم ما بقدر، اذا طلعت لحالي او اثنين من زملائي ما مالكم علي عتب ترى عشان تكونوا بالصوره. المجلس هو الذي يدعم زملائه وليس فؤاد كنت ادعمكم لحالي. طيب هلا الحديث يطول بدي اترجم سعاده النقيب انه ما يطول. لا بدي احكي عنك كلمتين بس دقيقه. هلا انت ملفاتك كثير طويل سعادتك. انت الذي تحفظ النقابه، انت الذي حملت النقابه على عاتقك، انت الذي تشرفنا انا وزملائي في الخدمه معك، انت الذي اتشرف اليوم انا اطرح نفسي معك كنائب نقيب. والله لو ما عرفتك عن قرب وعرفت انه همك هو هم النقابه وعرفت انه دائما مصلحتك الشخصيه بعد المصلحه العامه لما تقدمت للخدمه معك كنائب نقيب. بدي دقيقة كمان بعد إذنك سعادتك تسرع بعد بدي دقيقة لأنه أنا بعديك ما راح أخطب بضليش حكي وراك خلص سكر علينا كل شيء. طيب هل يعقل كتاب مكافحة الفساد والنقاط المطلوبة مركز تدريب المقاولين الذي تقدم كل الزملاء بدون ثمن مجانا لإعطاء خبرات لأخوانهم في المجتمع المحلي وبالتشاركية مع القوات المسلحة الأردنية والمتقاعدين من أجل دمجهم في القطاع العمل لتوفير فرص عمل لهم ولتوفير احنا كادر عمالي لقطاعنا من اجل تخفيض الاجور في بعض الزملاء؟ يعني انتم بتعرفوا بعض الموظفين عندنا يصل راتبه 2000 3000 دينار وهو عامل، وخاصه احنا اللي في قطاع الطرق والخلطات الاسفلتي والمياه والصرف الصحي. جبنا احنا هنا ناس متقاعدين من القوات المسلحه دفعنا لهم ودربنا لهم، يؤخذ علينا ماخذ اليوم لمكافحه الفساد لسه في الاعظم. بأبي أنت وأمي يا مسجد الأقصى يا فلسطين. فلسطين هل يعقل أن يحول ملف دعم الشعب الصمود الفلسطيني إلى مكافحة الفساد من أجل امرأة تعمل عملية لابنها؟ يعني وفي عندنا ملف كبير بهذا الخصوص، هل يعقل أن يحول إلى مكافحة الفساد؟ دعم الشعب الفلسطيني يحول إلى مكافحة الفساد؟ مش معقول، اقسم بالله العظيم بطلنا نلحق شو بدنا نشتغل عشان نرد عليه. انا لي برنامج لقدام ان شاء الله راح اقدمه في المرحله القادمه، انا انتهيت عن المرحله السابقه، في عندنا موقع لنقابه المقاولين، اي استفسار راح تاخذوا عليه رد مكتوب وخطي، لا تقبلوا من فؤاد ايمن او كلام او اي واحد من زملائي الا في كتاب رسمي. ارجو منكم التشويش اللي وصل لزملائنا بالهيئه العامه الاستفسار من خلال موقعنا على نقابه المقاولين، وقولكم الرد عليه بالكتب والاثباتات. الف شكر لكم، تشرفت. الهيئه العامه جاي طبعا، هلا هذا الاستفسار يطول، التشويش يطول بالهيئه العامه، لا يمكن نقدر نرد عليه، فانا منطيكم يعني معطينكم مجال من اليوم لاجتماع الهيئه العامه استفسارات واحنا نرد. طيب خلصنا سعاده النقيب، تفضل احمد اليعقوب، اهلا وسهلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. زملائي الأعزاء، بداية يعني أنا حقيقة مبسوط جدا جدا من هذا التطور الذي يثبت نفسه أمامكم، من هذا الأداء الرائع اللي أبدوه زملائي أعضاء المجلس السابق. أقول السابق، إحنا لازلنا موجودين حتى نهاية ولايتنا على هذه النقابة، وزملائي الذين أبدعوا في الوقوف ضد أي محاولة تمس هذا القطاع. إنني أقف أمامكم اليوم وأنا فخور جدا بفؤاد الدويري، هذا الشاب اللي أجا عندنا واكتشفت أنا إمكانياته وحبه لكم وللشمال والوسط والجنوب. أخطأت قليلا في بداية المجلس، كان يجب، وغلطت شوية بالرجال، كان يجب أن تكون أمينا للسر من بداية هذا المجلس حتى انتهاء الولاية لما تتمتع به من شجاعة وقوة وجراءة وانتماء لكم ولهذه المهنة. خرب بيته فؤاد الدويري وخرب بيته ياسين الطراوني بصدق وأمانة. لغينا الأكل في المجلس، ولغينا الحوافز في المجلس، ولغينا كان في كل زيارة أو كل سفرية في عندك أنت في النظام مصاريف. تم إلغاء النظام وهذه المادة تماما من هذا المجلس حفاظا عليكم وحفاظا على أموالكم. وعزة وشرف لي أنا أقول لكم، اللي اشترى تذكرة اشتراها على حسابه، واللي راح دفع أجرة فندق دفعها من جيبته، واللي استقبل أي ضيف كرمنا خارج الأردن نستقبله كما يستقبل الأردنيين الشرفاء الكرماء ضيوفهم وعلى حسابه. نعم، هذا هو مجلسي اللي أعتز فيه. هاي عبد الحكيم المستنجي، كلمة الحق التي لا يهاب فيها أمام أي مسؤول. مادة 175، مادة ما شفنا ولا ديوان التشريع حاططها، مقترح قانون بإدخال عقد المقاولة إلى القانون الجزائي. المادة 175 كارثة حلت على رؤوسنا. كما أسلف زملائي، إحنا مش مع الغش ومش مع الفساد، وهذه مهنة الشرفاء وهذه مهنة الرجال، الرجال البناء لوطنهم. أنتم الرجال، لا يجوز زج قانون العقوبات واعتبار المقاول إذا كان لديه أي خطأ مجرم يحبس عليه. بدك تقول لي شو برنامجي؟ برنامجي أنا شغال فيه، برنامجنا موجود ومكتوب، وبرنامجنا واضح تماما، هو الدفاع عنكم وعن مكتسباتكم وعن كل زميل من الزملاء الشرفاء سواء كان في الدرجات الدنيا أو العليا. لا نفرق، أبوابنا مفتوحة، أبواب النقيب مفتوحة لكم. أمين السر، زملائكم بالمجلس عملوا وبقسم أقسمناه أمامكم قبل 4 سنوات. السنوات التي مرت هي سنوات عجاف، ليس على قطاعنا فقط بل على كل القطاعات. أول ما استلمنا ولاية هذا المجلس كان هناك قانون ظالم، ألا وهو قانون الضريبة، ووقفنا وقفة عز وشرف أنا وزملائي مش كلهم ضد هذا القانون المجحف بحق المواطن الأردني أولا، ثم بحق الاقتصاد الوطني الأردني، ثم ضد قطاع الإنشاءات الأردني وضدكم أنتم.
إلى أن وصلنا إلى إقالة حكومة الملقي، وأعتقد الكل بيعرف هذا بداية المجلس. يعني سبحان الله أجت هذه المشاكل ليتحملها الرجال الرجال. فؤاد الدويري، لازم من أول أنت كنت أمين سر، وهذا ليس فقط تكريما لأهل الشمال، لا بل لأنك تستحق ذلك عن جدارة. وأعلم تماما أنكم أوفياء، وهنا الكفاءات، وهنا بيت عراق، وهنا وصف التل، وهنا كائد المفلح لعبيدات، وهنا الشرفاء، وهنا المناضلين، وهون في إربد عروس الشمال الناس اللي دائما كانوا أوفياء، وكنت أنا أتشرف بأن أحمل أعضاءكم. أتشرف فيك يا فؤاد، شرف عظيم. محمود، بإذن الله أنت نائب النقيب القادم بإذن الله تعالى، وبنفسكم وبهمك. هذا الشاب الخلوق المؤدب صار لي فترة بدرس فيه يا أخي. إيش كيف حبوه؟ لأجد إنهم حبوه لحبوا لكم أنتم، لتفاني في خدمتكم، لرغبته في خدمة زملائه. أخوي العزيز بإذن الله تعالى عضو المجلس القادم بإذن الله محمود الطيطي. أمين صادق محترم، والله العظيم أنا درسته أكثر من أسبوع. تأخرت شوي عليكم في موضوع الكتلة، والبعض بلش يقول لك هذا نازل هذا مش نازل. يا عمي احنا نازلين نخدم، يا ابو زاهر احنا خادمينكم، احنا نعلم وين مفاصل كل قضية، شو صار على القضايا، اوف حدث ولا حرج، ولا نخشى البلل ما بنها. شو عندي لا خاف انا، انا دافع من جيبتي انا زملائي. ياسين القراوني باع كل آليات، فؤاد الدويري انا متأكد وضعه المالي كان افضل بكثير مما هو عليه الآن، وكذلك سيد الشايب. زي ما قال أخوي عبد الحكيم المستنجي، بلاك ليستد في البنوك الأردنية اللي الآن للأسف تعتبر هذا القطاع قطاع أسود. وين برنامجي؟ أوف كثير، بدك للصبح ما بنخلص. برنامجي أن نحترم هيبتنا، برنامجي أنه يكون الزملاء كلهم عندما نقول بأنكم أنتم معي تكونوا معاي، عندما أنخاكم أنتم إلى جانبي. وأنا حقيقة يعني ألمس دائما الدعم منكم ودائما النفس منكم، ولذلك سيكون أول برنامجنا تشكيل هيئة من هذه القامات، هيئة مركزية تمثل جميع الفئات. إحنا تحت أمركم، نحن أول من طبق وعالج قانون البناء الوطني. أنا أول ما وصلت تابعت مع مجلس النواب، وتابعت مع مجلس الأعياء، وسئلت معقول يا زلمه يعني انت تعمل مخالفه للمستثمر من 5000 دينار ل 50000 دينار اذا لم يستخدم مقاول اردني مع ضابط عدليه، هل يعقل؟ نحن عدلنا كل الاخطاء السابقه اللي موجوده بالتكافل. عم الحبيب العزيز، وانا حكيت معك اكثر من ساعتين، هل يجوز تدخل على التكافل واحد عمره 65 سنة ينزل؟ هل يجوز؟ تكافل 65 سنة، مات عندي 63 شخص، 63 في 60 100 رياضيات اليومية، أكثر 3 مليون وكسر. هيبة نقابة المقاولين وهيبة مجلس النقابة أن تسدد هذه المبالغ، رغم الشقاء ورغم الوضع السيء. ليس لكم فقط، أنا وضع سيء اليوم. نعم ارتفعت الأسعار 4 أضعاف. شو برنامجي؟ المعادلة السعرية. إحنا قدمنا ويزن المعادلة السعرية لمجلس النواب وأتممنا. معلش إذا ضجتوا احكوا لي. أيوة احكوا لي. نعم قدمنا إحنا المعادلة السعرية وماشي. وانا اعتذر يعني انه اطلت شوي، واعتذر من كل قام منكم على قله الاتصال. انشغالنا كان بسبب المشاكل اللي موجوده، وهي ليست مشاكل، يحق لاي مكافحه الفساد انها تاخذ الاوراق اللي بدايتها، ونحن سعيدين حضرناها بكل سهوله.
لا تزعل يا زملائي أبدا، لكن يعني محزن محزن أن يكون هذا الحكي موجود. دافعنا عنكم في تصنيف المقاولي وأوجدنا تصنيف جديد، الحفر الآبار ما كان فيه إلا اثنين، فتحت لكل المقاولي جيب ماكنة تحفر 400 متر خذ ثانية حفر آبار. ليش لا؟ اثنين كانوا محتكرينها، فتحت لجميع زملائي، عملت اختصاص جديد اسمه شورينج تثبيت التربة. ليش؟ لأنه إحنا طلبنا من البلديات يا حجنا العزيز عثمان إنه يكون الحفر لحال، عقد لحال، 125 دينار ما جاءت هيك جزاف. أنا مش مبرجي، أنا بقول مش مبرجي، أنا مقاوم، وهذه المباني وهذه المليارات يجب أن تعود وتعمل لقطاع الإنشاء ولكل واحد. هذا حق جماعة الطرق للأسف، يعني الآليات بعض الأحيان بتوصل 70,000 دينار فقط ترخيص، ترخيص معقول تظلها واقفة؟ صدت لا، فتحنا لهم شغل. يا مالك إذا كان الحفر مختص عليك الاستعانة بمقاول مختص، وبالتالي أنا الحفر ما بعطي أنا إجازة الحفر أو كما يسمى رخص الحفر إلا بعقد منفصل عن باقي المبنى. رحنا اشتغلنا، معلش تحملني شوي، قلنا لجماعتنا في جمعية الإسكان، مع إنه على فكرة أبو يزن العمل في جمعية الإسكان لا يتجاوز 20% ترى، يعني الإسكانات لا يتجاوز. أنا شو اللي بيهمني؟ أنا بيهمني الإسكانات، بيهمني المواطن، والأهم من هذا وذاك بيهمني الاستثمار، المناطق التنموية غير وغيراته. التفتيش موجود زي ما ذكر زميلي، 4 سنوات أنا لم ألتقي بكم، أنا أتحدث لأن هناك تضليل كبير. لم يكن يوما بابي مقبلا، شرفوني أنا يعني أتشرف بأي سؤال منكم، ويعني لا تزعلوا على الموضوع هذا، لكن إحنا نعتذر عن انشغالنا عنكم لأنه إحنا ما تعودنا أن ننشغل عنكم، إحنا دائما كنا متصلين بكم. فيا إخواني يا زملائي الأعزاء من جرش وأعمدتها وساحاتها وشموخ أهلها، مرورا بعجلون وقلاعها الراسخة على رؤوس الجبال الشامخة، وصولا إلى إربد عروس الشمال، ومنها نعرج إلى سهول الرمث الأبي الممتدة من المفرق بشيوخها وباديتها العريقة التي أعتز وأفتخر فيها في شمال الأردن. إنه لمن دواعي سروري أن نلتقي بكم في آبار بعد ذكرى الإسراء والمعراج. دائما لازم نتذكر فلسطين وفي القلب القدس والمقدسات الإسلامية، ونحن أيضا نقف إلى جانب الوطن وإلى جانب القضية الفلسطينية، ونحتفظ بكل الثوابت. ممنوع التعامل مع العدو الصهيوني، نقف ضد كل أشكال التطبيع. وقفنا وقفة عز مع الأردن في كورونا، نحن جمعنا أول 1,000,000 دينار من جيبنا يا شرفاء، أول 1,000,000 دينار كان من نقابة المقاولين باسم وزير الصحة بالإضافة إلى وظيفة. أنا أعتز وأفتخر بكم، أعتز بوقفتكم عندما قصفت غزة وجمعنا الأموال، وأيضا نعدكم بإذن الله تعالى أن نكون محافظين على ثوابتنا الوطنية، لا مساس في الثوابت الوطنية التي نعتز ونفتخر بأننا نقف أيضا مع قيادتنا الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالضبط، لا للتهوية لا للاحتلال. هذه السهول التي كانت مصدر رزق الإمبراطوريات والحضارات، إننا اليوم نلتقي في آذار في ذكرى حرب الكرامة، في ذكرى تلقين العدو الصهيوني درسا
نفسه من رجال الأردن والجيش العربي المصطفوي، الجيش الأردني العظيم، وهذا الشعب العظيم. لقنا هذا العدو نعتز بأبائه، لقناه درسا لن ينساه حتى يتعدى الحدود الأردنية. مش مسموح لك بهذا الحد. يوم الكرامة وأيضا في عيد الأم، الأم عزيزة، وأنا حقيقة فقدت والدتي في فترة الكورونا عليها رحمة الله. عيد الأم، الأم العزيزة على قلوبنا، شوفوا ما أجمل هذا الشهر، شوفوا ما أجمل هذا اللقاء الذي أعتز وأفتخر بكل قامة فيه. كان تصنيفه 5 أو لأنكم تستحقون الاحترام والتقدير. ألتقي بكم اليوم، بدأت سبول حوران، بدأت بالخضار، بدأت بالجمال، بدأ جمال الشمال الذي أحب وأعشق، منبع البطولات، مضارب عرار والأبطال. لا ننسى أبطال الشمال الكفر، لا يسع الوقت لتعدادهم، لكنني أعتز وأفتخر بكم. ولا ننسى المناضل الكبير كائن المفلح العبيدات وشهداء الكرامة رحمة الله عليهم الذين استنشقوا هواء فلسطين. قولوا لي أقلت شوي، قالوا لي لا تسمعوا الإشاعات، إحنا ما عندنا إشاعات، نحن نتطلع إلى إتمام برنامج خدمتكم، نتطلع إلى برنامج، إذا سمحت، نتطلع إلى تطبيق المبنى الوطني لخدمتكم. لكن برد دقيقة بس، أعطيني 3 دقائق 3. أما القطاع متضرر، نعم في كارثة عندنا، إحنا بدنا كلنا نقف ونطالب بضرر قطاع الإنشاء. يجب اعتبار هذا القطاع كما تحدث زميلي حكيم المستنجي قطاعا متضررا، لأنه كل البنوك رايحة تحطنا بلاك ليست. لازم تتغير سياسة البنوك تجاه المقاولين. المقاولات هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني الأردني. وعدم السعي باذن الله جعل، يعني احنا بلشنا بعد زمن شوي في طرح العطاءات وتقسيم بالنسبه لموضوع الطلبات الماليه. انا ضد قلق، لا يصير، احنا حصلنا المبالغ من المياه، وانا جبت وجبنا المبالغ، خلينا الحكومه تقترب من البنوك الاردنيه 70 مليون دينار لسداد مستحقات المقاولين. بالنسبة للمشاكل الموجودة عندهم يجب عمل تسويات، لأن المقاول لا يتحمل، تحمل لي شو. إخواني الأعزاء، ما بدي أحكي كثير، لكن أنا بقول خصوصا في موضوع العقد المقاول اللي عمل 125، لا في غلط في أمانة عمان والبلديات أنهم بيعتمدوا العقد فقط عمل، إحنا مش طبرجيين، لا. أنا حسبت الحفر والشوري، أنا حسبت التشطيبات لأنه هذا حق من العمل، وأنا حسبت الأعمال الخارجية بحسبوها. إحنا طلبنا منهم جدول كميات، إحنا حاربنا لكم على شيء اسمه شهادة المطابقة. شو شهادة المطابقة؟ هي ثقتي أنا بالقطاع الخاص، دائما القطاع الخاص آخر فاتورة ما بعد. معلش، لنا لقاء طبعا ثاني. حاولوا انه يشطبوها، الحرب علينا من كل حد وصوت، لكن اقسم بالله العلي القدير اننا انا وزملائي جميعا الذين تم اختيارهم ان ندافع عن هذا القطاع بكل ما اوتينا منه ومن شراسه. نحن معكم باذن الله، ونحن مع جميع القضايا. وايضا انا بابي مفتوح، لم يغلق لا باب بيتي ولا باب مكتبي. اي استفسار انا بامر جاهز فيه. الشباب وانا يعني الحديث يطول، وانا يعني اعشقكم جميعا. انا تعودت على الوفاء، تعودت على ان يكون ابناء الشباب باذن الله، واتشرف في
على النقيض منكم، وأتشرف أيضا أن يكون محمود الضيطي منكم، وأعاهدكم عهد الرجال للرجال أن نكون أوفياء وصادقين لكل هذه الكتلة التي أتمنى.